السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء ميكاب. النهارده بقى يوم طويل جدا، هيبقى مشتريات وكمان تخزين حاجات كتيره جدا لرمضان، وكمان خروجه وطبيخ. يعني هناخده اليوم من اوله يوم كامل بكل محتوياته، بس خليكوا بقى معايا علشان تتابعوا الفيديو من اوله لاخره ونشوف فرزنا الخضروات ازاي، ورحنا المشوار والمشتريات اللي اشتريناها، هنشوفوا كل حاجة في الفيديو. خليكم معايا، بس قبل ما نبدأ ما تنسميش في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس، واسمي على اليوتيوب ولا اسكتش. ويلا بينا نشوفوا الخضروات خزنها ازاي. مبدئيا الجو الايام دي تلج وصعب جدا بطريقة ما تتخيلهاش، يعني وصلت لماينس 50 تحت الصفر مع الرياح. طبعا يلا هنصحى الصبح كده، احنا في الشارع دلوقتي ورايحين على سوبر ماركت. سوبر ماركت كبير جدا اسمه وول مارت، ده موجود في كندا وفي امريكا. احنا موجودين في كندا وده الفرع بتاعه. يلا بقى، احسن حاجة بقى بحب اتسوق منها وكمان اتفرج، كمان حتى لو مش هشتري بحب اتفرج جدا على الحلل وانواعها. موجود عندهم انواع كتيرة جدا وانواع مختلفة، في ممكن تشتري اللي هي الاطقم على بعضها او الحلل الفرادون. حلة زي دي مثلا ب$40، النوع بتاعها اللي هو النحاسي مدوق دقيق يدوي. النوع بتاعها حلو جدا ولكنها غالية، لان الطقم على بعضه بيبقى اصلا والنوع بتاعها اصلا غالي، وده سعرها. ده طقم على بعضه 10 قطع ب$100. وطبعا حلل فرداني، وفي انواع وفي اختلاف في الاسعار، وبيختلف سعر الحلة طبعا على حسب الجودة والنوع وكمان الحجم بتاعها. هنروحوا بقى على المنظمات، دي منظمات حلوة جدا اسعارها كويسة. في محل تاني اسمه دولار تري، موجود الحاجات دي بسعر اقل، وكمان محل تاني اسمه دولاراما. فانا عن نفسي بفضل ان انا اشتري من هناك، بس حبيت اوريكم الشكل العام للمنظمات بتاعة المطبخ. هوريكم بقى المشتريات اللي اشتريتها فعلا من وولمارت. اشتريت الفراخ، طبعا الفراخ موجودة متوفرة عندهم الحلال، فانا بحب اشتري دايما الحلال من هناك، في واسعارها كمان كويسة فبفضل اشتريها من هناك. كمان اشتريت سناك للاولاد، النوع ده كويس جدا ومغذي، وطبعا السعرات الحرارية بتاعته قليلة لانه معمول من الهول ويت. طبعا البيبي كاريتس ديت في باكج موجود فيها 4 مع بعض، فبفضل اشتريها لاني بتحطي الباكج في اللانش باك بتاعت الاولاد على طول. المشروم الفريش عندهم طبعا بيبقى حلو جدا فبحب اشتريه من هناك، وكمان الهوت شوكولات طبعا مطلوب جدا خصوصا في الايام البرد دي. لبنة لقيتها تحفة جدا، لبنة حلال، فعلى طول دايما بشتريها. وطبعا ده ما استغناش عنه في الطبخ عندي، دايما بستخدمه في حاجات كتيرة جدا، هو الثوم البودر. طبعا بشتري دايما سناك من هناك للسكول علشان احطها للاولاد في اللانش باك. دي اسمها ابل صوص او صوص اللي هو التفاح، ودي علب الصلصة دي جاهزة بحبها جدا لانها ما بتغلبنيش ان انا اضرب الطماطم، وطبعا بتبقى موجودة ارخص من الطماطم نفسها لانها بتبقى مستوردة فبيبقى سعرها اقل. وده الخبز طبعا ما بستغناش عنه، دايما بيبقى موجود عندي اللي هو التوست، والخبز البلدي بيبقى سعره هناك كويس، الثوم والبصل، ليمون وزيت زيتون والفلفل الاخضر. طبعا الطماطم ما بنشتريهاش بكمية لان الطماطم
بتبقى الطماطم الفريش عندهم بتبقى غالية جدا، يعني الباوند أقل من النص كيلو ب$3، فدايما بشتري حوالي 5 قطع يعني حوالي باوند على بعضه، فبحب دايما أشتري للسلطة، فما بحبش أشتري كتير عشان ما أخزنهاش وتبوظ عندي، لأني كده كده بشتري علب الصلصة على بعضها. والشريمب ده دايما لازم بيبقى عندي لاني بعمل منه وجبات كتير. والفلفل الاخضر بشتري تقريبا 3 قطع لاني دايما بستخدمه في اكلات كتيرة عندي. التوم طبعا الفريش ما بستغناش عنه هو كمان. ده المعالق، كنت محتاجة معالق فحبيت اشتري معالق فردانية وكمان معالق على بعضها اللي هو الطقم ده. الطقم دوت كان 48 قطعة تقريبا بحوالي 17 دولار، بس لقيتها شكلها حلو وفي نفس الوقت عدد المعالق كبير وفي نفس الوقت شكلها يعني وسعرها كويس، يعني مش غالية. العصير ده حلو جدا بيور، وفي نفس الوقت بتحسي ان انتي بتشربي اللي هو البرتقال الخام. ودي كانت بعض المشتريات اللي اشتريناها، يا رب تكون عجبتكم وافادتكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. يلا بقى نشوف الخضروات اللي هنخزنها وكمان الكفتة اللي هنعملها ازاي. يلا بقى على تخزين الخضروات، وكمان هنشوف هنعمل الكفتة اللي هي بالرز هنعملها ازاي. معايا 500 جرام او 550 جرام من اللحمة، هنضربها في الكبة. المهم ان تكون اللحمة لحمة خام ما فيهاش اي قطع من الدهنة او اي قطع من الجلد، يعني متشفية خالص. معانا بصلة كبيرة متقطعة وكمان عليهم 4 فصوص من الثوم، هنضيف عليهم شوية من البقدونس وشوية من الشبت، يعني تقريبا نص حزمة من البقدونس على نص حزمة من الشبت، وهنضيف التوابل ملح وفلفل وكمون. هنضرب المكونات كويس لحد لما الخليط ينعم معايا خالص بالشكل ده. انا كان عندي دقيق الرز فهضيف عليه 1 كوباية من دقيق الرز وهضربه شوية في المفرمة، وبعد كده هضيف 1 كوباية تانية يعني 2 كوبايتين من دقيق الرز. لو مش متوفر عندك دقيق الرز هتغسلي الرز تنقيه وتغسليه، وبعد ما ينشف هتطحنيه في الكبة، بس لازم تطحنيه ناعم جدا علشان تقدري تضيفيه. وده شكله بعد ما خلصت، يعني ناعم جدا. هنركنها شوية بقى لحد لما نشوف تخزين بقية الخضار ازاي. ده تقريبا 1/4 كيلو من الثوم، هضيف عليه شوية من الملح ورشة من الزيت، يعني تقريبا 2 معلقة كده من الزيت، ممكن زيت زيتون او اي زيت متوفر عندك. هضربه بالشكل ده. الزيت بيحافظ عليه وما بيخليش له ريحة، وكمان بيخليه يتخزن فترة اطول مع الملح. طبعا هحطه بقى في الطبق اللي هو الفل، وبعد كده هسويه بالشكل ده. وبعد ما سويته بالشكل ده هحاول ان انا اقسمه لمكعبات. المكعبات دي مهمة جدا ان انت تعملي الحركة دي، لان بعد ما بتعمليها وبتدخليه في الفريزر بيتقسم، بيفضل على نفس التقسيمة، وبعد كده لما بتيجي تطبخي بتاخدي مكعب مكعب زي ما انت عايزة. عايزة مكعبين عايزة مكعب، بيريحك خالص لما بتيجي تطبخي. فقسمته بالشكل ده وهقسم الطبق التاني. طبعا لو حابين تزودوا الكمية مفيش اي مشكلة، براحتكم خالص. قسمتها بالشكل ده وطبعا هخزنها في الفريزر مش في التلاجة. وبعد ما خلصتها بالشكل ده هجيب ورق البلاستيك او الورق البلاستيك اللي هو الاسترتش، وهغلفها بالشكل ده، وهغلف الطبق التاني، وكده جاهزين علشان ادخلهم في الفريزر. بعد كده هبدأ اصبع في الكفتة.
لازم، مهم جدا ان انت تدهني ايديكي بالزيت قبل ما تحطي او تصبعي الكفتة علشان ما تلزقش في ايديكي، وفي نفس الوقت بتديها ملمس ناعم. هحطها بقى في الطبق الفل علشان بعد كده اخزنها في الفريزر، ويبقى سهل عليا لما اجي اطبخ اخد طبق بطبق. طبعا كل طبق هتحطي فيه الكمية اللي انتي هتستخدميها في الطبخ. الكمية كلها تقريبا عملت معايا 80 قطعة لاني عملتهم قطع كبيرة، اما لو انتي هتعمليها قطع اصغر من كده فهتديكي 100 حباية بالحجم الصغير. وده شكلهم بعد ما خلصتهم. طبعا هغلفهم بالورق الاسترتش بعد كده. دي الكمية كلها اللي انا عملتها. وهبدأ دلوقتي في تخزين البصل. طبعا كمية البصل هتستخدمي الكمية اللي انت محتاجاها او اللي انت عايزاها، ممكن تزودي الكمية ممكن تقللي. انا هعمل حوالي كيلو من البصل، قطعتهم قطع بالشكل ده، هزود عليهم شوية من الملح وشوية من الزيت. اتفقنا ان الملح والزيت بيحافظ عليهم وبيخلي ريحتهم ما تطلعش. ضربتهم في نفس الكبة اللي فرمت فيها التوم، وهنزلهم بالشكل ده في الاطباق الفل. وزي ما عملت في التوم هعمل في البصل، هسويهم وبعد ما اسويهم هقطعهم واقسمهم قطع كبيرة بالشكل ده، كل قطعة على قد الطبقة، وهغلفهم وهركنهم على جنب. بعد كده عندي البسلة وهزود عليها كمية من الجزر، على كل طبق هعمل تقريبا واحدة او واحدة ونص. وهبدأ بقى اقطع الجزر على البسلة بالشكل ده. وبعد ما قطعت الجزر بالشكل ده هبدأ اقطع في الطبق التاني. وكده بقى خلصت تقطيع الجزر على البسلة، هبدأ بقى اغلفهم واركنهم على جنب وابدأ في الطبق اللي بعد كده. هعمل خضار، طبق خضار مشكل، هقطع فلفل الوان عليهم جزر وبطاطس وكمان كوسة. الحاجات دي على فكرة بتهون كتير وبتوفر كتير من الوقت، خصوصا لو عندك عزومات ما بتاخديش اي وقت لان كل حاجة جاهزة عندك. ما عليكي اللي تجيبي من الفريزر وتشتغلي على طول وتطبخي. بعد كده هبدأ اقطع في البطاطس والجزر، وهضيف عليهم شوية من البسلة علشان يبقى طبق خضار كامل متكامل عليه كل انواع الخضار، يعني زي تورتية كده. وكمان هقطع عليه قطعة او قطعتين من الكوسة. وكده خلاص خلصت الطبق، وهبدأ بقى اغلفه بالورقة البلاستيك او الورقة الاسترتش، وهركنه على جنب واشوف هعمل طبق خضروات تاني. البطاطس هنا في كندا بتبقى مغسولة كويس جدا وجاية من الاماكن المستوردة منها، مغسولة ونظيفة جدا، لكن بنغسلها تاني وما بيبقاش فيها اي نقطة تراب، علشان كده دايما بنعمل البطاطس بقشرة. بعد ما قطعتها قطع دائرية بالشكل ده ضفت عليها شوية من الملح وشوية من المية السخنة علشان تحافظ عليها ولونها ما يسودش في الفريزر، وركنتها على جنب شوية مع المية المغلية. بعد كده غسلت الكوسة وعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من برة بالمقوار، وقطعتها قطع بيضاوية بالشكل ده. وبعد كده هغلفها بالورق الاسترتش وهركنها على جنب بالشكل ده. وبعد ما غلفتها ركنتها على جنب. بعد كده البطاطس المية بتاعتها بردت، هصفيها وبعد كده رصها في الطبق بالشكل ده، واغلفها بالورق الاسترتش او الورق البلاستيك. وكده خلاص خلصنا كمية التفريزات اللي احنا عملناها، كمية كويسة مش بطالة، ممكن ازود عليهم بعد كده واعمل نفس الكمية واشيلها برضو في الفريزر لو انا حابة.
ده البصل والثوم وكل حاجة احنا عملناها مع بعض، وكمان الكفتة ريحتها بصراحة جنن جدا. ويا رب تكونوا استفدتوا من فيديو تفريزات ويكون عجبكم، وقولولي ايه احسن حاجة عجبتكم في فكرة او افكار التفريزات. خلصنا التفريزات وعملناها وخلاص دخلناها في الفريزر، هنبتدي بقى نعمل الغدا. الغدا طبعا انا عاملة محشي وكنت عيناه في التلاجة فيا دوب على التسوية. يلا نشوفه هسويه ازاي. عاملة محشي كروم وكمان ورق عنب، وكمان من تحت عاملة بتنجان وفلفل وكوسة وبتنجان. هاخد شوية من الشوربة عليهم شوية من الصلصة بتديها طعم حلو جدا، عليهم شوية من البهارات، وكمان هنزلهم على المحشي، وبعد كده هزود شوية من الشوربة وشوية من الزيت من على الوش. ممكن تزودي سمنة بس انا بحب جدا طعم الزيت في المحشي، بيدي لمعان وطعم حلو جدا. وهسيب المحشي يغلي، وبعد ما بيغلي هوطي النار عليه لحد لما يستوي براحته، هو بياخد تقريبا ساعة وربع. طبعا هحمر في الكفتة، الكفتة انا عاملة الصلصة جاهزة، يعني هحمر الكفتة وهنزلها على الصلصة ومقطع عليهم بطاطس. شايفين شكل الكفتة؟ اللهم بارك، حلو جدا. وخلصت تحمير الكفتة، هنزلها بقى على الصلصة مع البطاطس. البطاطس هنا كانت مستوية نص سوا، هضيف عليهم الكفتة، وبعد ما ضفتها هسيبها لمدة 10-15 دقيقة بالكتير علشان الكفتة ما تطراش ويبقى طعمها وحش. وخلاص المحشي استوى وبقى جاهز معانا، بجد طعمه وريحته وشكله تحفة جدا. والبطاطس كمان استوت مع الكفتة، والغدا كده جاهز معانا. حاجة كده بصراحة بألف هنا، طعم وريحة وشكل تحفة بجد. ايه رأيكم في الجمال ده؟ المحشي لا يقاوم، خصوصا لما تبقى -45 ولا 50، يعني مفيش مفر، عايزين محشي بجد. ريحة المحشي تحفة. يلا بقى بعد الغدا قلت هاخد الأولاد، ومش هنتمشى طبعا، ما ينفعش نتمشى في الجو ده، هننزل بس دقيقتين من العربية هنشوف الحاجات التحفة ديت اللي هي معمولة من السنو. دي معمولة قدام بيت حد في مكان بعدينا بشوية، يعني تقريبا 15 دقيقة كده بالعربية. رحنا اتفرجنا عليهم كده من بعيد، وبعد كده صورنا معاهم صور بسيطة، وبعد كده هما دقيقتين بالظبط ما استحملناش البرد بصراحة ورحنا ماشيين. بس بجد يعني حاجة لطيفة وشكلها حلو جدا، وعاملين منها كذا شكل مش شكل واحد، عاملين اشكال كتيرة جدا من الدببة، شكلها كيوت جدا، خصوصا اللي هما الدببة الصغيرين. يعني بجد الست اللي عملتهم فنانة جدا، دي الاشكال بتاعتهم كلها، شايفين الصغنون ده كيوت خالص، وكمان الكبار دول واللي متشعلقين على الشجر، وكمان المتشعلق، شايفين المتشعلق على الشجر ده واللي بيبص من جنب الشجرة. في ناس كتيرة بتروح تصور معاهم، وكمان ناس كتيرة بتروح بتتصور جنب الحاجات دي. وبس كده خلاص، هو ده اليوم بتاعنا من اوله لاخره، من ساعة ما صحينا وروحنا الشوبينج، وبعد كده عملنا تفريزات والمشتريات وكمان الغدا وخرجنا، يعني يوم كامل. بتمنى اليوم يكون عجبكم، واتمنى تكتبولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو، او حابين تستفسروا عن اي حاجة ابعتولي في الكومنتات. يا رب تكون اليوم سهل وخفيف عليكم، ولو عجبتكم ما تنسنيش
في الشير واللايك والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. كان معاكم ولاء مكاوي، مع السلامة.